دل بالجسي القواعد ضر اكي لاحقة او اضافة الضر وهنا يقصد اصدقائي هنا يقصد ضر دير دور دور حسب التناسق الصوتي واذا كان التناسق الصوتي في فستك تشهاب شو بتصير القاعدة تقلب تر الضر والتير وتور تر لمعلوماتكم يعني هاي الضر ضر دير دور در, در او تر تير تور تور شو شغلة هاي القاعدة هي تأتي مع بعد الفعل يعني الزمن تأتي الفعل زائد زمن وهو يأتي المش مش مش مش, مش قال بليرسيز جيتش مش زمن يعني مش تر المش بتزيد للتر شوفوا على الفستك تشهاب أو تير أو تور أو تور فياتي بليرسيس جيتش مش زمان يعني مش الماضي العادي ما بيجي ماضي عادي هون بيجي ماضي اه النقلي هون يعني ماضي اه وفي عنا شمديكي زمان اليور بتزيدولا در هون يور در evet. شو الشكل دا يور در بعدين شو بيجينا بيجينا اجاك ياتي اجاك تر التناسق الصوتي او تير يعني بيجي هذا الزمان اذا بيجي البلرسيز جيت من المش وزائد تر وبيجي الشمديكي زمان اليور وزائد دور وبيجي الجلاجيك زمان زائد تر تير شو شغلة هذا الزمن او اللاحقة شمديكي زمان جلجيك زمان دان صورة جلير وكلان لرق جملة ننقلنا من اذا هذه تستخدم لتعزيز المعلوم لتعزيز الجملة لتعزيز الجملة رجع واضافة لذلك Cümleye tahmin anlamı katar, tuzakı mı tahmin tahminle cümle. Bu ek yazılı dilde, özellikle resmi metinler ile ders kitabı, ansiklopedi gibi bilgi verme amaçlı metinlerde değişmez doğruları anlatmak için sıkça kullanılır. Hona muhüm. İznle nektobla nırğa, tezizele kelam, tostakdamızdır. dır dur tır 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 tır. بعد الأزمة وتستخدم لمعنى التخمين في الجملة تعطي معنى التخمين وأيضا هون مهم في اللغة الرسمية وخاصة في النصوص وفي كتب في دراس في كتب الدراسية وفي المجلدات هي تستخدم بمعنى إعطاء المعلومة والمعلومات التي غير قابلة للتغير يعني مشان شغلات ثابتة غير قابلة للتغير تستخدم بالكتابة الرسمية إذن فعل زائد شو زمن زائد در دير دور دور او تر تير تور تور لا ننسى بس ثلاث أزمنة مع اليور مع الاجق ومع المش بتجي هون مو لكتاب المش لمعلومات كون هاي المش كمان زائدة هون فعل زائد مش زائد اجق شو بيجي وبعد الزمن يعني أي فعل زمن بيجي معه شو الضر أي فعل زمن من هدول الثلاثة طبعاً فإذا هكذا تعالوا نستخدم ولكن في شغلة بتجي مع الاسم هاي تجي مع الاسم مثلا إذا سألت جملة كيم دير من يا ترى الدر هون تخمين من يا ترى أنت بدك تخلي تكون قد مروة يعني ممكن تكون مروى مارفيدر هون أنت لتعزيز المعنى بتستخدمه وبتستخدمه بمعنى التخمين فأنت عم تتوقع فإذا للتوقع مار بيدر وإذا كان الاسم منتهي شو قلنا بيجي تر تير تر تر أيضا إذا منتهي الاسم بالفستك بشو شو منقول نضيفو تر أحمد تير مثلا استخدمنا هون أحمد تير فلنرجع نعيد المعلومة بتجي بعد الفعل مع هدول ثلاث أزمنة وبتجي مع الاسم وتعطي للاسم بشكل عام هي التخمين أصدقائي تعطي معنى التخمين تعالوا للحل هون نقرأ الجمل ولنشوف وين اجت مع الفعل وين اجت مع الاسم علي شمدي افدا ويور در. شوفوا الايو زائد يور زائد در فاجت شو هون زائد مع الفعل قال يكون عدي علي يكون قد نائم الان يعني هلأ بيكون علي نايم وإذا متأكد أنت فيك تقول هاي كمان بس هي هون وظيفة للتخمين سيمبوزيوم يرمي دورت إكيم دي الندوة سيتم فعلها في أربعة وشهرين في أربعة وعشرين في أربعة وعشرين شهر إداعش شو منقول هون بدها تصير بتكون رح تصير يعني يعني ستصبح من الممكن ان تكون في التاريخ ولكن هون اذا اتى تاريخ اصدقائي هي معلومه مهمه جدا لما بيجي تاريخ هون بتكون اكيده ممكن تقصدها بالتخمين انت تخمن بس ولكن اذا اذا مكتوبه من قبل مؤسسه او ما شابه او مدرسه فبتكون هي غير قابله للتغير سيمبوزم <applause> يرمدرت اي دي يبولاجاكتر اي بصيغه رسميه كنا قلنا إيزاليكلي رسميمتي الاردة خاصة في النصوص آه الرسمية تستخدم هاي وأيضا يعني آه تستخدم لمعنى رسمي وللكتب وكذا بانجا يارن توب لانت اول مايجاكتر شوفوا هون إجت مع النفي اول مايجاكتر برأيي غدا سوف لن سوف لن يكون اجتماع قال هون بانجا ففي تخمين تماما بالجملة هون إلكترى إديسون بل مشتور إن من اكتشف بولمشتر يعني وجد اكتشف الكهرباء هو اديسون اتت مع الفعل اتت مع الفعل مع الفعل مع الفعل كل مع الفعل هون احمد شمدي يول كلمة يول في اللغة التركية هي الطريق يا اذا الطريق هو اسم فاتت شو بكون محمد هلا وين في هون جملة اسمية بيكون محمد هلا بالطريق يعني يولدر هذا تخمين يعني أه وشوفوا بيجي مع يولدر ما بتصير يولدر قال احمد شمدي يولدر يعني بيكون محمد هلا في الطريق اذا انت مسحت الضا هون قال ضا شوفوا في الطريق اذا مسحتها بتغير المعنى وما بتصير بتصير شو يولدر بيكون طريق يعني فالمعنى بيختلف ومهما ما بصير يكون طريق فإذا محمد يكون في الطريق فإذا في فرق هون إذا ما بتجي مع الفي في فرق أما هون أنطاليا بمفسم في سمدة إجت مع الصفة إذا بتجي مع الاسم ومع الصفة أنطاليا تكون الآن حارة يعني هذا تخمين بتكون أنطاليا هلا ay أي برأيي. Evet, tamam mı? Hala hon. Aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım. Kalı numle el faragat, kema fil emsile. Evet, saat 20.00 bu saatte işte değildir. Kal, fi saat samina yani mesela, e لا يكون الان في العمل ما بيكون هلا بالعمل شوفوا ديلدر ديلدر نحن اخذنا الدر در دير دور كانت شو وظيفتها من قبل تاكيد وبمعنى منذ اذا بتتذكروا من الابير بتيجي معنى منذ اما هون لا شو كانت عم بيقول علي ما بيكون هلا بالشغل الساعه 8 المساء اشتان تشك قال فاذا الساعه 8 هلا وعلي ما بيكون بالشغل بيكون شو بيكون طالع من الشغل وجاي للبيت شوفوا من العمل خروج إلى البيت عودة أو قدوم اشتنشك مشتر اذا جيل يوردر بيكون طالع من البيت هلا علي وجاي لل طالع من الشغل وجاي للبيت فاذا هون بيكون طالع من الشغل وجاي للبيت اشتنشك مشتر اذا جيل اذا حطيت اجاكتر بيختلف المعنى بيكون راح يطلع فكنا هون بيجي أجاكتر، سونرا إيكي تلفونو كبل شندي توبلانت دا، التوبلانت إجتماع، شوفوا الله دا متل ما عطينا من قبل شوي يول دا، فإذا إجت في الإجتماع الآن التلفون مغلق، فبكون شو هو هلأ؟ بكون بالإجتماع، تلفونه مغلق بكون بالإجتماع، تلفونه مغلق بكون بالإجتماع، فعم خمن تخمين أنا هون. <laughs> ...telefonu kapalı... المعنى şimdi toplantıdadır. Babam... بابام gün boyu bizimle konuşmadı bir şeye mi bir şeye kız. gün boyu yani طول اليوم. بابام bizimle konuşmadığıma takallamı mana ابي طول اليوم طول اليوم yani كل يوم ما حكى الكز هي ليست هنا اسم بل هي فعل الغضب يعني بيكون معصب لشي بيرشي يا كز شو لازم نحط هون بالتخمين شو بيجي كم اي زمن بيرشي يا كز مشتر بيكون هلا شو معصب لشغله راديو تشالش ميور بوزول اذا نبتجي مع السؤال هون اصدقائي قال الراديو لا تعمل من الممكن أن تكون منتزعة يعني ممكن تكون خربانة هل من الممكن أن تكون خربانة أو منتزعة هل من الممكن أن تكون منتزعة الراديو لا تعمل من الممكن هل من الممكن هنا آه يعني في هل وفي تخمين هل يا ترى يعني شو بنقول مش مدر هل بتكون خربانة ؟ آه آه Tuna ders çalışmayı çok sever. Şimdi ders çalış. Tuna yuhibbu an yedros. Şimdi de ve len dirasa feşubıtsıyır. Tuna şimdi Tuna ders çalışmayı çok sever. Şimdi de ders çalışıyordur. Tuna bihab yedrosu bikun hella am yedros kemen. Selma sözünü tut. السوز ماك في اللغه التركيه هو الوعد سلمى سوز توت يعني الوعد قال سلمى وعد بتكون وعد يعني بتكون وفت بوعده القصد هون بالتخمين شو بنحط سلمى سوزونو مشتر اذا بتحط المش فبتكون برايك وفت بوعده بس اذا برايك راح توفي بوعدة شو بتحط هون توت شو بنحط اذا قصدنا بالمستقبل فبنمسح هاي بنكتب شو يتغير المعنى سيل ماسو توت فبتصير شو بتصير رح توفي بوعدة واذا قلت توت يعني جبت هاي اليور دور وضعتها هون بتكون عم توفي بوعدة هلا يعني الان بيختلف المعنى تشوك أجقتم أنم يمك ياب أنا جعت كثيرا هلا هون إذا بدي أقول هل يا ترى بتكون أمي طبخت شو بقول بتكون طبخت بالماضي بتصير أنم يميك مش مضر يعني أنا جعت كثير يا ترى بتكون أمي طبخت عفوا وإذا حابب أقول هل يا ترى أمي راح بتكون راح تطبخ إذا قصدي هل بتكون راح تطبخ منشيل هاي منشيلها نحط هون بتصير شو بمعنى الزمن إذا جبنا هاي حطيناها هون وإذا حطينا يا ترى عم تطبخ هلا شو بنحط بنحط يور مدر يا بيور مدر أما خلينا هل يا ترى بتكون طبخت يا ترى بتكون طبخت دوم جنن إتشين سانا أزال بير هدية آل دوم جنن إتشين من أجل عيد ميلادك سانا أزال سانا لك جميل هدية أخذ شو بتصير يكون قد سيأخذ لك أو أخذ لك أو يأخذ حسب شو ما بدك بتحط بيختلف المعنى بس خلينا نستخدم المستقدم المستقبل هون على جاكتر منقول هون على جاكتر إيه على جاكتر أو دوم جونيتش إنسانة جوزال هدية على جاكتر هيك صححنا اه تر اصدقائي لاعطيكم جملة مقارنة هلا في عنا علي علي اف ددر شوفوا هون بالجملة نفسها جبت انا جملة اسمية بكون علي هلا بالبيت يكون علي في الآن يكون علي الآن في البيت علي اف قلت الآن حتى لو ما قلت علي يكون في البيت هذا توقعي انا او انا يعني بجوز انا متأكد ايضا ولكن إحنا شغلتنا انا اتوقع هون وبيكون عم ياكل وياكل اذا الفعل هون مضارع واذا بدي اقول علي بيكون بالبيت وراح ياكل ييجكتر شوفوا علي افددر يمك ييجكتر هون مستخدم هاي واذا بدي اقول علي افددر يمشتر بيكون اكل علي في البيت وبيكون اكل فتغير المعنى هون هكذا اصدقائي وفي الجملة الاسمية كمان ايضا لوضح الفكرة اذا قلت علي شمني دكتور در يعني بيكون علي صار دكتور هلا يعني يكون علي قد اصبح دكتور الان اما اذا قلت دكتور دادر يكون علي الان يعني يكون قد عند الدكتور يعني ممكن علي يكون هلا عند الدكتور عند فاجت هون تغير المعنى فإذاً علي هون بيكون صار دكتور وهون بيكون عند الدكتور فاختلف هون دكتور وهون عند الدكتور فإذاً اختلف المعنى هكذا بعتقد اللي صارت الفكرة أوضح الآن في عنا هون كلمات في عنا قلمك القدوم قال شو هون في عنا حوارات تحت رح نعبيهم بهذا الشكل أشادكي ديولوغلر فيلري و ضر تمام لا يلم الحوارات التي هو في الأسفل ونحن نستخدم الأفعال ونضيف لها الضر يعني بدنا نستخدم الفعل ونستخدم الضر أولا لنعرف قال القدوم إلى مك الشفاء إذا قلت لك إيلش شو بتصير إشفاء يعني أمر قال قال تعالى هورلمك مك جال تعال هور الشخير هورلا إشخر كسمك الخصام أو المقاطعه بين شخصين لما بعض فبتصير إذا قلت لك اه اه أنا كس أخصمه أي قاطعه بالكلام قال مك أيضا القدوم تشالش مك العمل تشالش أعمل أعمل أمر تشالش مك العمل كز مك. هون شفتوا في مك فإذا كي الغضب شوف كان عندنا فعل هون بمعنى كز مك. وليس بنت هون فعل كونش ماك الكلام ابت شمدي بير عيشتو بلانطيه تشوك كالد اما برا سونرا عائشه تاخرت للاجتماع كثيرا ولكن بعد قليل براس سونرا اما اما يعني برا سونرا كلمه اما اما أو ولكن بعد قليل شو بتصير من هذول الافعال فكروا معي وقفوا الفيديو أصدقائي وحاولوا تكتبوا هون شو بيكون من أي وحدة أيشة وبلانتية جيتش كالدت تأخرت عيشة للاجتماع ولكن بعد شوي شو أما برا سونرا جيلاجيكتر شو بتكون راح تجي فلأنه قال برا سونرا قصد القصد المستقبل فبتكون راح تجي بعد شوي إذا مين أيشة. أو هيتش جيتش كال مازد. بشنا بيرشي هو ما كان قد يعني ما يك لا يتأخر أبدا قصده هون يعني ما كان بيتأخر أبدا في مقضي ما كان بيتأخر أبدا بشنا بيرشي يعني بشنا بيرشي قال مك وأن يجري شيء على رأسه بيكون جرى على رأسه شيء أو جرى على رأسها بير بيرشي شو بنقول هون. بشنا بيرشي شيجل يعني هو ما كان بيتأخر ابدا بيكون جاري- جريان على راسه شي دكتور بي حاصتا نصل إي بيرهافتا شنرة إي بيرهافتا شنرة. قال يعني دكتور بي هو احترام ما فيك تقول دكتور للدكتور وللأورتمام بدك تحط بي في اللغة التركية ولا بصير عيب. دكتور بي حاصتا نصل يعني بمعنى الدكتور المحترم بتصير هون أو سيادة أو حضرة 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 الدكتور يعني هي احتراما كيف وضع أو كيف المريض يعني كيف وضع المريض القصد قال إي جيد بير صنرة بعد أسبوع بعد أسبوع شو بيمكن يصير من هدول بير هفتة ايه إي يعني رح يشفى هذا عم يتوقع الدكتور إنه سيشفى بعد أسبوع برهفطة صنرة بعد أسبوع ندان بزملكون شميور لماذا لا يتكلم معنا أو لا تتكلم معنا بلكي بلكي ربما يعني بلكي بلكي مشتر يكون قد خاصمنا او قاطعنا يعني بيجوز خاصم او قاطع بهذا الشكل بوسسنا ما هذا الصوت يعني شو هالصوت هذا التكاتي ياشلي adam الرجل المسن الذي في الطابق الاسفل شو بيكون شو ممكن يعمل من هذول الافعال هورليوردر التكاتي لأدم adam هورلوردور الرجل الذي في الطابق الأسفل يعني التحتاني ممكن عم يكون عم يشخر هور ليور دور ضار هون شو تشوجوك نيتشين آليور يعني ندان لماذا يبكي هذا الطفل أنسي أمه عن, نسي أمهو عن نسي كز مشتر بتكون أمه شو معصبة عليه غضبانة يعني بمعنى الغضب معصبة عليه بزملة هيتش كونوش مضي ما تكلم معنا ابدا يعني ما حكى معنا ابدا بيكلك قال الجواب الثاني انتظر شو بيكون بزم بيكلك شجاكتر يعني انتظري سيتكلم يكون قد سيتكلم يعني بيكون راح يحكي او راح يحكي يعني بالتوقيع بالتوقع يعني بتوقع انه راح يحكي كمال توبلانتيا ندان قال لماذا ما اتى كمال للاجتماع الجواب بالميورم لا أعرف